السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الكواكب اللي تم اكتشافها سنة 2010. بصراحة عشان اكون صريح معاكم، انا في فعلا كواكب عرفت اجيب صورتها، وفي كواكب مرسومة 3D ماكس او فوتوشوب، وفي كواكب معرفتش اجيب عنها حاجة خالص. بس انا النهارده هقول لكم اسمائها بتبعد عننا قد ايه، كام سنه ضوئيه. كم واحد معانا؟ 6 تانتس، بي 24، بيبعد عننا 243 و9 من 10 سنه ضوئيه. تاني 6 تانتس سي 24، اللي قبله كان بي، بيبعد عننا نفس المسافة 243 و9 من 10 سنة ضوئية. بعد كده معانا توماس، بيبعد عننا 460 سنة ضوئية. بعد ما كده معانا كورت 8 بي، بيبعد عننا 1200 سنة ضوئية. بعد كده معانا كورت 10 بي، بيبعد عننا 1130 سنة ضوئية. 11 بي 1800 سنة ضوئية. كورت 12 بي 3800 سنة ضوئية. كورت 13 بي بيبعد 3500 سنة ضوئية. كورت 14 بي 4400 سنة ضوئية. كورت 15 بي بيبعد نفس المسافة 4400 سنة ضوئية. دي تي فيرجينس سي بيبعد عننا 37.3 من 10 سنة ضوئية. جلس 676 اي بي بيبعد عننا 55 سنة ضوئية. جلس 876 اي بيبعد عننا 15 سنة ضوئية. جلس 36 34 بي بيبعد عننا 65 سنة ضوئية. كده معانا جي اس سي بيبعد عننا 470 سنة ضوئية. هات بي 14 بي بيبعد عننا 670 سنة ضوئية. هات بي 15 بي بيبعد عننا 620 سنة ضوئية. وال 16 بي 770 سنة ضوئية. وال 17 بي 290 سنة ضوئية. وال 17 سي 290 سنة ضوئية. وال 18 بي 540 سنة ضوئية. وال 19 بي 700 سنة ضوئية. وال 20 بي 230 سنة ضوئية. وال 21 بي 830 سنة ضوئية. وال 22 بي 270 سنة ضوئية. 23 بي 1280 سنة ضوئية. وال 24 بي 1290 سنة ضوئية. وال 25 بي 970 سنة ضوئية. وال 26 بي 440 سنة ضوئية. بعد كده اتش دي 1461 بي بيبعد 76.5 سنة ضوئية. اتش دي 1690 بي بيبعد عننا 22.9 من 10 سنة ضوئية. والاتش دي 85-35 بي بيبعد عننا 171 سنة ضوئية. والاتش دي 181 سي بيبعد عننا 127.3 من 10 سنة ضوئية. والاتش دي 181 دي بيبعد برضه نفس المسافة 127.3 من 10 سنة ضوئية. والإي منها نفس المسافة 127.3 من 10 سنة ضوئية. والإف برضه اللي هو اتش دي 181 إف برضه 127.3 من 10. والجي برضه 127.3 من 10 سنة ضوئية. اف جي والإتش منها برضه 127.3 من 10 سنة ضوئية. هو الفرق بس في الحروف. والاتش دي 25-171 بي بيبعد عننا 182.8 من 10 سنة ضوئية. والاتش دي 28-25-4 بي 178 سنة ضوئية. والاتش دي 312-53 بي 175.5 سنة ضوئية. والاتش دي 38-28-3 بي بيبعد عننا 123.2 من 10 سنة ضوئية. ال HD 43-19-7 بي بيبعد عننا 184 سنة ضوئية. 44-219 بيبعد 164 سنة ضوئية. 97-65-8 بيبعد عننا 67 سنة ضوئية. 102-365 30.1 من 10 سنة ضوئية. 102-965 بيبعد عننا 394.9 من 10 سنة ضوئية. 109-246 بيبعد عننا 214 سنة ضوئية. 113-538 بيبعد عننا
52 سنة ضوئية. في ال HD 113538 C ده بيبعد عننا برضو 52 سنة ضوئية، وال HD 14545 7 B ده بيبعد عننا 411 سنة ضوئية. في ال HD 15368 B بيبعد 78.4 سنة ضوئية. في ال 163607 بي 226.5 سنة ضوئية. في ال 163607 سي بيبعد عننا نفس المسافة 226.5 سنة ضوئية. وال HR 8790 E بيبعد عننا 129 سنة ضوئية. كبلر 8 بي بيبعد عننا 4300 سنة ضوئية. كبلر 9 بي بيبعد 2100 سنة ضوئية. كبلر 9 سي بيبعد 2100 سنة ضوئية. كبلر 9 دي بيبعد 2100 سنة ضوئية. كبلر 11 بي بيبعد 2000 سنة ضوئية. كبلر 11 سي بيبعد 2000 سنة ضوئية. كبلر 11 دي بيبعد 2000 سنة ضوئية. كبلر 11 اي و اف و جي بيبعد برضو 2000 سنة ضوئية، كل واحد فيهم بيبعد 2000 سنة ضوئية. كبلر 40 بي بيبعد 8800 سنة ضوئية. كبلر 71 بي بيبعد 2700 سنة ضوئية. في بقى بي ال جي 319 ال بي ده أبعد واحد، بيبعد عننا 20000 سنة ضوئية. في البي ال جي 387 ال بي ده بيبعد عننا 18600 سنة ضوئية. وفي ال ان ان سي ده بيبعد 1600 سنة ضوئية. وفي ال ان ان دي ده بيبعد برضو 1600 سنة ضوئية. في ال في 429 جيمين غامبيت 83 سنة ضوئية. واسب 8 بي بيبعد 280 سنة ضوئية. واسب 21 بي ده بيبعد 790 سنة ضوئية. ال 22 بي منه بيبعد 980 سنة ضوئية. ال 26 بي بيبعد 820 سنة ضوئية. ال 29 بي 230 سنة ضوئية. ال 31 بي 1000 بيبعد 1200 سنة ضوئية. في ال 33 بي بيبعد 378.8 سنة ضوئية. ال 34 بي بيبعد 390 سنة ضوئية. 37 بي بيبعد 1120 سنة ضوئية. 38 بي بيبعد 380 سنة ضوئية. بس وشكرا، خلصت حلقة النهاردة، معلش كانت طويلة شوية، بس دي كل الكواكب اللي تم اكتشافها سنة 2010. يا ريت لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.